وبلشنا معكم مباشرة على الهواء ببهار ونار، أكيد مثل العادة كل يوم أربعاء شيف هانيا وأنا بنطلع معاكم بوصفات مميزة ودائما سريعة وغير مكلفة. وما تنسوا بختام حلقتنا دائما إيش بيكون معانا؟ جوائز قيمة. اليوم رح يكون معانا جائزتين من منتجات الجزيرة يلي لازم يكونوا بكل بيت، رح تشوفوهم اليوم معانا بالحلقة. إشي بنغسل فيه ثيابنا، إشي بنعطر فيه المطبخ تبعنا، إشي بنعقم فيه إيدينا ومطبخنا وكل الأدوات التنظيف المميزة يلي من عندهم. أول إشي كيفك؟ منيحة. كيفك أنت تمارا؟ أنا منيحة. شو هالأرنبيطة هاي اللي جايبتي لنا إياها؟ أرنبيطة حلوة هاي مشوية. هاي كانت الوصفة هيك عم بتمشي فايرل بكل السوشيال ميديا وصراحة إنها كتير كتير زاكية، فقلت خليني اليوم أعملها يعني هيك إشي زاكي. هلأ هو توجهنا اليوم للأكلات الصيامية، منها بنطلب عصفورين بحجر. طبعا إحنا بنعرف إخواننا المسيحيين هلأ بفترة الصيام، وبالإضافة طبعا لإلهم كتار من الأشخاص اللي هن النباتيين اللي ما بحبوا يأكلوا لحمة، أو حتى الناس اللي الله لا يحرمنا منها أبدا لا اللحمة ولا الجاج، أحيانا بنحب نجدد ونغير. اليوم هاني عاملة شوية وصفات، عاملة شوية وصفات يعني إحنا متعودين دائما على اشياء عاديه تقليديه، اليوم ايش مجهزتي لنا؟ اليوم عامله وصفات اغلبها نباتيه زي ما حكيتي اللي هي فيجن للصيام خصوصي، عامله الزهره المشويه وعامله كمان سلطه رح تكون بالبندوره وعامله هندبه، لانه هلا وقت الهندبه وين ما بتروحي تمارا كله عنده هندبه هلا، لعبه الوالده هاي لعبه الهندبه. هي زاكيه الصراحه انا بحبهم الهندبه، الخبيز، السبانخ بحبهم كتير كتير بالزيت. وعامله كمان في كمان وصفه، استني ايش هي كانت، وكيكه على النبي هلا الكيكه جزر صياميه. يعني أنا هاي الكيك اللي بدي أعرف شو قصتها، لأنه أنا بعرف دائما الكيك في بيض، الكيك بيض وزيت لازم، بس صيامية اللي ساعة بقرقش بالجوز مبدئيا. بس كيف بالله شكلها، وهلأ رح تشوفي دوقتها لما تدوقيها بتشهي بتشهي. طب قولي لما تاخديها، لما تاخديها تدوقي فيها تخديها. محمد رافد مثلا هيك تسحبيها معاكي على العموم بصير لما تاخديها. هانيا احنا كتير اليوم متحمسين، رح يكون في أجواء كتير حلوة بالحلقة. أنا عارفة محضرتلك أكمل سؤال يا هانيا ورح نبلش. لا لا أسئلة لذيذة لذيذة هيك شخصية شوي خليكي تنكشفي يعني قدام كل يلي بتابعونا. بدي منكم على صفحة عمان تي في أوفيشل تفوتوا تفجروا الدنيا على الفيسبوك، بدي لايك شير وكومنت، لايك شير وكومنت بيزيد فرصة ربحكم معنا في نهاية الحلقة من منتجات الجزيرة. رح نطلع مع أول وصف اللي هي شو؟ الزهرة. يلا يا زهرتي يلا يلا. الزهرة المشوية للتتبيلة رح تحتاجوا لمعلقة صغيرة كمون، بابريكا وقرفة، كركم من الطحون الزرقاء، معلقة صغيرة ملح من الكسيح، ومعلقة صغيرة بودرة ثوم من الطحون الزرقاء، معلقة صغيرة فلفل أحمر حلو، ومعلقة صغيرة كزبرة، ومعلقة صغيرة زيت شعبان. ورح تحتاجوا كمان لنص كوب جوز مفروم، وثلاث سنون ثوم مهروس، وربع كوب زيت زيتون، وثلاث معالق كبار خل بلسمك من الخضري. ورح تحتاجوا للوجه نص كوب طحينية من الكسيح، ربع كوب من المي، وعصير ليمون، ملح الكسيح، وحب رمان، وبقدونس. لا الله شفع عليك، الله شفع عليك من عنده، ولبدي أخنقها كنت تحت الهواء. إيش الوصفة اللي كلها مقادير هذه؟ ما هي هي هيك تمارا، بس هي مقادير سهلة، هيهم هيهم المقادير. شايفه شو السهلين؟ سهله بالنظر بس مش سهله على القراءه. اوكي المره الجاي رح نكتب لما تكون الحلقه مع تمارا ومجموعه بهارات. بس شوفي هلا كيف في عنا هون عم ببعثوا لك قديش هم بيحبوا فكره الزهره. اليوم بدهم بالذات يعني جنان بتقول لك زهره هي الحب، وكمان هون ام اسكندر عم بتقول لك انا بحب كثير الزهره، فخلينا نشوف ابداعاتك اليوم. يلا ان شاء الله. هي كثير زاكيه الصراحه الوصفه، صح هي لها شويه تتبيلات كثار، بس هي عن جد انها زاكيه. انا بحب الزهره كثير وهلا كمان موسم الزهره البلديه الصفراء اللي بتكوني ماشي حتى بالشوارع بتلاقي عمالهم ببيعوها جنب الاراضي، بكونوا هلا قاطفينها بتشهي. هلا انا جبت راس الزهره هاي، هيها طلعوا قديش حلوه بتجنن. فتحتها من هون، نظفت شوي من حواليها بس ما قسمتها بالسكينة عشان خلص بدي إياها تضلها متماسكة. أوكي. بس سلقتها منيح، يعني هي تقريبا يعني مستوية هيها، شايفين سلقتيها كيف؟ طيب سلقتها بمي، حطيت مي فيها شوية ملح وسلقتها معاها بس. خلص هيها. أوكي. ما تكتري ملح عشان تستوي ما تضلها قاسية. هيها هلأ رح نحضر التتبيلة اللي رح أحطها عليها. طب هلا سلقتيها ونقدر نشويها؟ بنقدر ما هلا بدنا نشويها؟ لا نشويها يعني لازم بدل تنسلق. لازم عشان هي الصراحه اسرع بانها تستوي، لازم تنسلق شوي. هلا رح اعمل لها التتبيله تبعتها،
رح احط هون من عند من الطاحونه الزرقاء رح احط فلفل اسود. اوكي لعبتك الفلفل الاسود. لعبتي يا بيي، شو بحبه الفلفل الاسود، اسكى شيء الصراحه، وخاصه تبع الطاحونه زاكي صراحه. هاي رح احط شويه فلفل احمر، وزي ما مكتوب عندكم بالمقادير رح نحط قرفه. اوكي هلكتي انت من ريحتها، بعرف ريحتها قويه، وكمون. اوكي وبابريكا. طيب ختام عم بتقول لك بيزبط نعمل بروكلي بدل الارنبيطه او الزهره؟ للاسف لا والله يا ختام، لانه البروكلي ما بتحمل كتير كتير، يعني البروكلي صح هو من نفس العيله، بس هو بسرعه لما بدك تسلقيه حتى سلق يا دوب بياخذ 3-4 دقائق. هلا ممكن تعمليها، بس بدك تغيري بالوقت، يعني ما بتقعد ساعه زي الزهره، بتقعد عندك فتره اقل. وهي بودره الثوم والملح، هاي كل اشياءها. طيب انا بدي منكم كل يلي عم بتابعونا بدي اشوف قديش انتوا فعلا بتحبوا هانيا وبتحبوا الزهره، وبدي منكم استفساراتكم توصل على صفحه عمان تي في، وما تنسوا باللايف اللي احنا موجودين معكم فيه مباشره على الهواء تكثفوا من الشير والكومنت واللايك كمان لتزيدوا فرصه ربحكم بختام حلقتنا. هون رنين بتقول لك الزهره زاكيه بكل وصفاتها ويسعد قلبك يا كل الغلا. حبيبتي شكرا كثير لك يا رنين. الي هي كل الغلا مش لك. لا لا الي الي قالت لي يسعد وصفاتك، انت بتعملي الوصفات تمارا. طبعا كثير اخذ معها دور الموضوع. هلا هون روزانا من استراليا عم بتتابعنا بتقول لك انا بعشق الزهره، ولانه صايمين طبعا على الوجع جبتيها، وبحب طبيخ اليخنه، واعملوا لنا اياها مره بيخنه ممكن تكون. اوكي ولا يهمك ان شاء الله بركي عملناها يخنه. انا اليوم والله هيك لانه كمان كثير عندي صحبات انه هلا مسيحيه وعندهم الصيام، فتشجعت قلت خلينا نعمل. ومبارح وانا بحكي مع وحده منهم اللي هي لارا، بدي اسلم عليكي لارا شحتيت، عم بحكي انا وياها، قامت قالت لي وفي هاي الوصفه وفي هاي الوصفه، قلت لها هيها بدها حلقه ثانيه لحالها. بتعرفي انه الوصفات منوعه، وصفات وصفات منوعه وزاكيه ونباتيه كلياتها، فصراحه حتى هو النباتي احنا كثير منيح لصحتنا، يعني أوكي. بين فتره والثانيه الواحد يحول على اكل نباتي. هي راح احطها هيك وراح ارجع ادخل من جوا. شايفين بس هي سهله، شايفين ما تردوا على تمارا، هي تمارا بتقعد تفرجيكم الاشياء صعبين سهلين. هيها راح احط هيك، تقدروا تحطوا زيت شعبان، تقدروا تحطوا زيت زيتون. شوفي هلا هون سميره بتقول لك كمان يعني انه الزهره مفيده كثير كثير كثير، بالذات انه فيها حديد. مزبوط. وهون منال بتقول لك ابدعتي والله، اولادي بحبوا الزهره بكل وصفاتها. طب يلا ممتاز يا منال. برافو هلا برافو. عشان تتشجعي تعمليها، هيها سهله وما بدها إشي وقت. هلا هيك بتكون خلص زهره مسلوقه زي ما حكينا، نص مستويه، حطيت عليها هاي التتبيلات وراح احطها بالفرن. بالفرن بدها تقريبا 3/4 ساعه، يعني قبل ما تخلص الحلقه نكون مخلصين. ومش اي فرن حبيبتي. مش اي فرن صح، من سيلفر لاين يلي هم الوكلاء الحصريين لإلهم في الاردن، عياد للسيراميك يلي انتم طبعا ابدعوا معانا بحلقه عيد الام، قدموا لنا 6 جوائز قيمين من كهربائيات. وزي ما خبرناكم دائما عياد للسيراميك تقدروا تروحوا عليهم تزوروهم بالمعرض تبعهم، تروحوا كمان تستفيدوا من مهرجان الصيف ومن مهرجان الشتاء، ومثل ما خبرناكم موجودين في المقابلين كثير. طيب. عندهم اشياء حلوين، انا لهلا برجع بحكي لساتني معجبه عندهم باللي شفطات الاشكال تبعونهم، الافران الافران والغاز، عندهم كثير تشكيله حلوه، مش انها دعايه والله عن جد، روحوا تطلعوا تشكيله كثير كبيره عندهم. طب بدي اسالك جميل. سؤال بما انك انت بتقولي عن حالك بتعرفيني بشكل كثير شخص منيح. نعم نعم. ايش اكثر شيء حبيته بسيلفر لاين الفرن اللي عندهم؟ الفرن اللي عندهم اللي حبيتيه، ايش الميزه الحلوه فيه اللي انا حبيتها وانبهرت فيها؟ انه فيها فوق وتحت وفيها مروحه. برافو هاي. برافو. رح اعطيكي بوكلي. لانها عن جد بوكلي، وكتر خيرك كثير كريمه تمارا. حبه جوز تمارا بقى كريمه. لا عن جد فيهم هاي هاي الخاصيه تبعت اللي من فوق ومن تحت ومعها مروحه. خاصه هلا برمضان بدكم تحمسوا عليها الخبز، بدكم تحمسوا عليها شيء مفيد تشوه بتجنن. تمام. طيب هلا هاني عم بحكي لك اخلاص المناصير عم بتعيد عليكي وبتقول لك وصفاتك دائما بتشهي ودائما زاكي وبسيطه، كيف تخطروا على بالك؟ والله يا اخلاص كثير من افكاري بتيجي منكم عن جد، لما بسالكم انه ايش عبالكم تعملوا نعملكم اكلات وهيك، كثير ناس بتبعت لي بدنا هيك بدنا هيك، وبعد طبعا بمخمخ عليها الحلقه، بقعد لي يوم يومين وانا افكر هذا سهل يجيبوه، هذا مكوناته سهله. فياخذ وقت. حلو. دائما احنا هيك بتشجيعاتكم وتعليقاتكم دائما بنضلنا هيك ماشيين معاكم.
طيب هلا شو بدك تعملي لنا؟ هلا بدي ابدا بالهندبه عشان الهندبه كمان بدها وقت. احنا اليوم الطبخ كله لايف، حلو يعني مو جاي بجهز الا الكيكه. في بؤجه بالعاده بتجيبها هالية معاها بتطلعها من تحت الانقاض طلع لها بؤجه بطول منها الاكل السخن. فخلص لا هلا بدنا نبدا بالهندبه لانها بدها وقت. هلا الهندبه بس بدي احكي لكم عنها شيء سريع. الهندبه هي هلا موسمها، موسم اللي بتطلع فيه كثير وكثير مفيده. لو بتفتحوا على جوجل بتقروا عليها قديش هي مفيده. هلا اللي بتفرق عن الخبيزه انها الهندبه فيها شويه مرار، يعني الخبيزه قطره ويعني ما فيها مرار ابدا، فيها حلاوه اكثر، هاي فيها مرار. فمشان هيك لازم نسلقها سلقه خفيفه كثير، مع لازم نحط مي وكربونات. بس رح اسقطها فيها هلا بتشوفوا، ورح اقيمها بسرعه حتى تنزل المرار اللي فيها. حلو، بس هذا طيب هو الفرق. قبل ما نطلع للوصفه هلا بدنا نطلع فيها السائد مباشره على الهواء، بدي اقول لك انهم عم بيطلبوا منك مخلل الزهره. مخلل الزهره، اوكي بركي عملناه برمضان، بركي عملناه قبل رمضان. سجليه. طيب نطلع مع الوصفه، وصفه الهندبه خلينا نشوفها مباشره على الهواء. وما تنسوا انكم لازم تطبقوها بالبيت وابعثوا لنا الصور. الهندبة بالزيت رح تحتاجوا لهندبة طازة طبعاً، ومعلقة صغيرة كربونات الصوديوم، بصل مفروم ناعم، زيت زيتون، ملح من الكسيح، عصير ليمون، وبصل مقلي مقرمش، ورمان حب. قادرة تمارا؟ مو قادرة غير أحكي الصراحة، كتير أنا معجبة بتمارا. شكراً. عم بقولها وين حطيت الكربونات وين حطيت الكربونات، فإجت تمارا بتقولي هذا هو الكربونات. شفتي كيف؟ يعني خلص مو قليلة مو قليلة اللي سنتين ببهار ونار. هلأ نرجع لوصفة الهندبة. أوكي. الهندبة زي ما حكينا جبتها وغسلتها مظبوط وبعدين فرمتها. هلأ الإشي اللي قلنا فيه إنه بيفرق عن الخبيزة وباقي الأشياء السبانخ وهيك، إنه شوي رح نعملها سلقة خفيفة حتى نروح مرارتها. هلأ المي اللي أنا استعملتها سخنة زي ما أنتم شايفين هيها عم تغلي. ورح أحط فيها رشة الكربونات اللي هي استعملتهم من الطاحونة الزرقاء أكيد. هيها هلا بس ترجع تعمل هيك شويه بابل، رح انزل عليهم كل ال رح انزل عليهم الهندبه. اوكي هي هلا الكربونات بسالوكي سائد من عندك، بس افصل لنا المايكات خليني اعرف اركز اكثر مع الشيف هانيا. عم بسالوكي هلا هانيا بالنسبه لموضوع الهندبه، ممكن نعملها قبل بوقت بنفس الطريقه ونخزنها بالفريزر؟ ممكن طبعا. ما بتسود اكيد, أكيد. يعني انه تسلقوها سلقه خفيفه وتطلعوها بصير طبعا. لا ما بتسود. هيها بنزلها هيك. يا الله شو بتشهي، انا امبارح اشتريتها من ست دائما بتجيبهم من المزرعه، بتجيبهم من يعني في حلوين. بدي اغششك شغله. ببيروت بما انه الوالده طال عمرها من بيروت بتعملها سلطه ماما مع السماق والبصل. صح صح في ناس بتعملوها هيك، احنا بنعملها. احنا عندنا عرق لبناني ما بتعرفي انت. انا بعرف شامي هلا صرت لبناني. يا الله الغيره، مش معقول يا الله مش معقول يعني هون بقولوا لك على ايش كثير احنا كثير احنا يعني بنحب نقلدك تمارا. قلنا شوفي خلود شو بتقول لك. يسعد هالشيف هانيا، شكرا حبيبتي. شكرا. خارط خارط. يلا طيب هلا رح شوي هيك نسلقها على الخفيف وبعدين رح اطلعها، يعني هلا يا دوب دقيقتين ورح اقيمها رح تشوفوا كيف، بعدين رح نرجع نقليها مع البصل. يلا احذري مين عم بتابعنا قبل ما نطلع على الفاصل. مين؟ ناس انتي بتحبي انك تحضريهم وانا كمان بتابعه كتير منيح، وكل اللي بتابعنا عم بتابع زميلنا ياسر لنسور يلي بيطلع دائما معنا صباحا بصراحة عم بتابعنا بقولك بده زهرة بالطحينية. خلص ان شاء الله بريكم نرجع لك بزهرة بالطحينية. اكيد وعد حبيبتي. يلا رجعنا لكم من جديد ببهار ونار، ولكل يلي بتابعونا ويلي انضموا لإلنا كمان هلا اهلا وسهلا فيكم. بدي ارجع اذكركم بشكل سريع، كل وصفات اليوم هانيا رح تكون نباتية او صيامية. واللي بدي اخبركم اياه انه في ختام حلقتنا رح يكون في جائزتين مقدمين من عند منتجات الجزيره. والحلو في الموضوع بكل بساطه بكبسه زر على الشير والكومنت واللايك على الفيديوز او الفيديو الموجود هلا لايف على صفحتنا على عمان تي في اوفيشال بالفيسبوك، بتقدروا تزيدوا فرصتكم بالربح. هانيتي سلقتي لنا اياها بالكربونات. بالكربونات هذا عشان نطلع عشان اللي هلا انضموا لنا. بس بدي اذكركم انه انا ليش سلقتهم، حتى اروح المرار اللي موجود بالهندبه عاده بتكون، فهي بكون نزل كله بالمي اللي هون. غسلناها مزبوط طبعا. الهندبه كثير مفيده، بتقدروا تشوفوا قديش فيها فيتامينز وقديش فيها املاح وقديش فيها
الياف كمان. اوكي. فرائعة. انا بقول سبحان الله بيطلع ايام النبات بيطلع بالوقت اللي بيكون الواحد بحاجته 100%. هي هلا طالعة بهاي الفترة اللي فيها الربيع وفيها الهيك عشان بتعطيكم مناعة بتقوي مناعة الواحد. طيب هيها هيك انا تقريبا خلص هي اخذتهم كلهم. هلا عم بطلبوا منك مشاط الزهرة. مشاط الزهرة ومتبل الزهرة. اوكي. ومخلل الزهرة. مشاط الزهرة ماما اليوم عملته. يحيي. ماما كثير شاطرة فيها هاي الاكلة. اوكي. فان شاء الله رح اعمل لكم اياها. بدكم المتبل قلتي لي والمشاط وايش الشيء الثالث؟ والمخلل. والمخلل. وهلا عم بيقولوا لك هون عبلة بتسألك الهند ممكن مع طحينية؟ ممكن مع طحينية. في طريقة بتنعمل مع طحينية. والله ما شاء الله شايفة مقلزهم متابعينا عارفين كل الأشياء صح. في منها مع طحينية بحطوا على الوجه بندورة كمان معها مزبوط. طيب هلأ شايفين المي اللي نزلت منها. أوكي. هاي المي هي اللي فيها المرار اللي بيكون عادة بالهندبة. هلأ بدنا نحضر مقلاي. وبدنا بس اليوم وصفاتنا كلها لها ريحه ريحه ريحه. مش مشكله بتموني خلص تعودتي انت علي. خلص انا يعني بدي اضلني اتشكوى. خلص خلص تعودت تمارا. اذا صارت تعرف الكربونات من الملح يعني اشكم اكثر من هيك. طيب هلا رح احط عليهم زيت الزيتون لانها هاي الاكلات اللي بزيت انا كثير بحبها. اوكي. الصراحه طيبه. هاي زيت الزيتون حطيناه. بدنا ننزل عليهم البصله. اوكي. هلا على السريع عم بتقول لك هون طبعا نادية كمان اعملي لنا المشاط. المشاط خلص ان شاء الله بدنا نعمله المشاط. المشاط اللي هي لحظة العجة اللي هي زي العجة. زي العجة بالكوسة وممكن بالزهرة. وممكن بالزهرة. حلو. بحبهم هدول الاكلات النباتية انا الصراحة. بتعرفي بكسروا شوي من القاعدة تبعت السرعة بالاكل وانه يلا يعني اذا عاملة مثلا محاشي او آلية مثلا ارنبيط. حلو تعملي مشاط جنبها. مشاط ما شاء الله شفتي ما تقولي لي تتشهون تمارا. لا والله تمارا الصراحة عم بدعي امبارح عملت أكلة من الآخر أفسد لهم شغلتي امبارح. افسدي افسدي بس أنت والله إنه شوفوا هانية مميزتها إنها هنية في الوصفات يعني وصفاتها خفيفة. أي نعم طويلة بتكون على القراءة بس سهلة سهلة يعني هون. فامبارح عملت لكم أكلة من الآخر تمارا. قوليلهم ايش هي. عملت شريمس جمبري وعملته مع باستا. طبعا المصورين ولا حدا مصدق والله انه صح وبعثت لي الصور. والله, والله انه والله انها عملتها وشاطره وبعثت الصور مش قليله. ببعث لكم الوصفه. بحكي لكم الوصفه ايش هي. احنا لازم شي يوم انت تعملي لهم شيء من الاكلات. موافقه. خلص اسمعي شوفي بدات احس انه سهل. برمضان. برمضان. خلص برمضان تعملي لهم اكله برمضان منيح اكله سريعه خفيفه. والله شوفي كله صار سريع وخفيف. صرتي انت متعوده خلص يعني على السريع. طيب هلا احنا حطينا هاي الزيت مع البصل بس ياخذوا شوي لون. انا فرفضتها هيك شوي عن بعضها. أوكي. الهندبه عشان ما يعني عشان هون تطلع عندكم كمان هيك مفرفده زي ما بقولوا لها. فخلص هيها هيك. ابتسام عم بتقول تخيلي ابتسام بتقول لي منوره تمارا شكرا حبيبه قلبي بس عم بتقول لي عمرنا ما اكلنا الهندبه. الهندبه كثير زاكيه وعن جد تغميس على فكره. وتحطي جنبها هيك مثلا مخلل تحطي زيتون اخضر. هلا رح تشوفي قديش زاكي. رح احط لكم عليها البصل. هلا صحيح خليني احكي لكم على البصل. البصل حتى يطلع هيك مقرمش بدكم تحطوا عليه طبعا طحين وتنزلوا الطحين منه منيح وحطوا معلقه نشا كمان معاهم. بدي اشكر هنا عشان هنا اللي حكت لي هاي المعلومه. وهيك بتفرفدوه للبصل بعدين بتقلوه. حلو. فبطلع عندكم هيك كرنشي وبشهي بشهي القلب عن جد. حلو. فهي كتير رح تطلع زاكية. رح نحط عليها البصل رح نحط عليها الجوز ورح نحط عليهم كمان الرمان وشرحات الليمون. أكلة أكلة من الآخر أنا بحبها. بالربيع رائعة. شوفي عبلة بتقول إنها بعتت لنا كمان صورة المعجنات الصيامية بالسبانخ بعجينة مميزة. هلأ بتحاول نشوفها عنا. طب منيح. شوفي هون ريهام شو بتقول لك. مرحبا شيف في أكلة اسمها المطفية بالزهرة باللبن. بنسلق زهرة ومننزل عليها اللبن ومنقدحلها توم وكزبرة وجنبها رز وكتير بقى بقولونها زاكية. صح مزبوط. كتير كتير طيبة مزبوط. هي أكلات النباتية أنا بحبها. بعدين هلأ في نوع دايت جديد يعني مش جديد هو له فترة بيحكوا فيه اللي هو plant based food على الخضروات. اللي هو كلياته على الخضروات. كل أكلهم بتحاشوا فيه أشياء الحيوانية وعن جد تمارا يعني بتعدي معاهم. أنا لأني يعني إلي كتير علاقات معاهم كتير أكلاتهم صحية وكتير ناس نحفوا وكتير ناس طابوا من أمراض. يعني
يعني في ناس كان في عندهم جربوا على عدة ناس، في ناس كان عندهم روماتويد، في ناس كان عندهم سكري، عندهم ضغط، على هذا الرجيم اللي عملوه بالأكل النباتي عن جد إنهم ما شاء الله تحسنت أوضاعهم كتير. بعد الفاصل احذرونا شو الشهادة الأساسية للشيف هانيا، صيدلانية أو أخصائية تغذية؟ رح نطلع بالبريك، وبعد البريك مباشرة بدي منكم تفجروا الفيسبوك بالشير وبالكومنت وباللايك لحتى أي حدا نفسه يربح اليوم معنا يكون عنده هالقد مجال كبير بالشير وبالكومنت وباللايك يربح معنا في ختام الحلقة. طبعا عرفتوا إيش أصلا شهادتها للدكتورة صيدلانية، عشان هيك أعطتنا محاضرة قبل شوي على الصيدلة. ما هو الصيدلة والطبخ التنين فيهم كيمياء صح؟ لاحظت والله فيهم كيمياء وفيهم بروسيسز وفيهم أبصر شو، فالتنين زي بعض. طيب هانيا، طيب قبل ما تبلشي لنا وتكملي لنا بدي أرجع أذكر كل يلي بتابعونا يلي انضموا لنا هلأ إنه رجعنا معكم مباشرة على الهواء على عمان تي في، على صفحة عمان تي في أوفيشال للفيسبوك. بدي منكم شير وكومنت ولايك وتزيدوا لنا عدد المشاهدات، تخبروا كل أصحابكم شو وصفاتنا الصيامية لليوم. بدي منكم تزيدوا فرصة ربحكم في نهاية الحلقة من منتجات الجزيرة، رح يكون عندنا أكثر من شخص، وما تنسوا أنه كمان عم نعطيكم وصفات مميزة سهلة وسريعة. طيب طبعاً. احلى صيدلانيه عم بقولوا لك يا حبيبي. انا الصراحه بدي اسلم على كل اللي كانوا معي بالجامعه الصيادله، يعني بحبهم ولساتنا احنا عندنا جروب لهلا دائما بنحكي مع بعض وبنتناقش وبنحكي، يعني مو تفكري اني تركتها، بحبها شغلتي وكثير كثير بحبها. حلو. طيب هاني عم بسالوك طيب. عن الزهره المحشيه. الزهرة المحشية اللي هي بتفتحوها من جوا بتحطوا فيها، ما بعرف عم بقول لك الزهرة المحشية مزبوط، في وفي شيء بينعمل زي العجينة وبتنحشها شيء جواتها كمان. بدها تعمليها؟ وفي ناس بيعملوها تبولة، بحب احكي لكم انا عاملة بالزمانات تبولة زهرة عملتها لمرضى سكري. كان بدنا شيء انه في الياف كثيرة ويكون مفيد، وعملناها وقتها لانها هي اثبتت قد هي مناسبه لمرضى السكري. والله انا حاسه انه الزهره لها سوقها. لها سوقها، شايفه قديش حطوا لنا عليها وصفات. طيب هيها هلا، هي في ناس بحطوا لها كزبره وتوم، في ناس بحطوا لها توم لحال، انا عملتها هيك عادي ساده وما فيها ولا شيء. بنقدر نرش عليها سماق؟ بتقدروا ترشوا عليها سماق وليمونه وحامضه تكون. وحامضه هاي رح احط لك عليها حامضه. والله ابدعتي. هيها هيها هيك خلصت، هلا بس اكمل تزيينها، رح نحط وصفه السلطه ونحكي عن وصفه السلطه كمان قديش سهله، وبعدها بالاخر رح نعمل الكيكه. انا صراحه متحمسه للكيكه. انت متحمسه كثير للكيكه؟ بس للهند بي بدي اوجه تحيه لوالدتي، يعني الله يخلي لي اياها، ماما كنت ما احبها ابدا انا الهند بي، وحببتني فيها من وراها الطبخه. شوفي شوفي، شكرا شهاد، بالله هيك قد بقرش قرش. خلص هلا صيدله وبدك تتغزلي بالبصلات كمان. شايفه يعني هون بقولوا لك اذا انت طلعتي صيدلانيه وكمان وصفاتك بتجنن، شو ضل ما اسكاكم والله، والله يعني بيت روعه. حبيبه قلبي حبيبتي، اجت لعندي تمارا، انا بحب الاشياء المرتبه، بحس يعني هذا إشي الواحد بيقدر يعمله بس بده يلاقي وقت ويلاقي وقت فاضي مود 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 ويلاقي مود. هي هاي. طيب خلينا نطلع بالوصفه معناته تبعت السلطه. يلا اوكي، يلا لوصفه السلطه. لسلطة البندورة المحشية رح تحتاجوا لست حبات بندورة كاملة، حبة بندورة مفرومة، بصلة خضراء مفرومة، نص كوب فلفل ملونة، ملح من الكسيح وفلفل أسود وبابريكا من الطحون الزرقاء، عصرة ليمون، معلقتين كبار خل التفاح من الخضري، نعنع ناشف وزيت زيتون. يعني أعطيني إياها. خدي تفضلي. اعطيني اياها لو سمحتي. تفضلي. بدي اسالك سؤال. لو انا حبيت اتفلسف وازيد عليها ثوم مقلي بصير؟ طبعا 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 اكيد بصير. في وصفه لإلي حتكون برمضان اسمها وصفه تمارا وابتكاراتها. ورح تخلص كثير منيح. طيب هلا بالنسبه للبندوره، البندوره انا جبتها حاولت انقيهم كلهم يكونوا نفس الحجم، شايفين هيهم يعني اغلبهم نفس الحجم. فتحتها من فوق بالسكينه ونظفت اللي جوا البذر اللي بقلبها بالمعلقه. حلو. يعني فتحت بالمعلقه وصرت اقيم البذر اللي بقلبها لحد ما صارت هيك عندي. هلا الحشوه اللي راح احطها فيها، بتقدروا تحطوا كثير حشوات اشكال الوان بتقدروا تحطوا فيها. انا اليوم اخترت لكم تبعت الباستا المعكرونه اللي هي احنا بنقولها اورزو، اللي هي لسان العصفور. يعني انا بعرفها لسان عصفور، اما الاورزو هاي جديده علي. بس انا وياك يلا عم نتعلم من بعض. شكرا. هلا رح نحط عليها بصل اخضر،
تكفي هيك كمية. رح أحط عليها بندورة مقطعة. طب هلأ البندورة لازم تكون هاي اللي بدنا نحشيها كتير يابسة؟ لازم تكون يابسة صح. شوفوا ها ها شايفين بتطلع تطلع على حالها إشاعة إنها ما بتعرف. هيك بتعرفي تمارا ما أنت بخاف بعدين أنطرق عين. كله ولا تنطرق عين. بيحكوا لك الهندبة كان اسمها علت بتعرفي؟ علت لا والله صراحة لا هاي هار هيك بكفيها أنا حاسة ما بدها أكتر. أوكي. رح نحط الأشياء اللي رح تنحط عليها الدريسنج هي عبارة عن الملح. أنا حاسة بدها ملح أكتر طبعاً من الكسيح. طبعاً ملح الكسيح طبعاً 100%. ورح نحط عليها الفلفل الأسود. أوكي. ورح نحط كمان بابريكا. شوفي شوفي شو شكلها بشهي تمارا صراحة. أنا شوفي سلطاتك بحبها كتير لأنها كرياتيف ملونة بتلفت النظر ومفيدة. صح مزبوط. صراحة وسهلة وغير لا مش سهلة هلأ لا مو سهلة لا سهلة كلها فرن. أنا على فكرة أول ما بديت أشتغل بالأكل كان كل شغلي سلطات فحتى والله؟ دائما معروف إنه بين كل الناس إنه هاني قديه بتحب السلطات. أنا بحسك بتتفنني كتير. بحبهم الصراحة. وهي ليمون تقدروا كمان تحطوا عليها خل بلسمك مثلا بلسمك دبس رمان هلا بدنا نحط هي زيتون زيت زيتون رح نحط شوي من الخل البلسمك مع انه انا كنت شايفه هون لانينه الخضري مش مشكله هيها اخذتيها لازم نشتغل صح احنا ما بدي طيب بما انه كمان اليوم غشاشه هانيا ليه غشاشه بدي ارجع اذكركم بفيتراك بمنتجات فيتراك الموجودين معنا على الشلف يلي انتم شايفينه طبعا هون على الرف اكثر من نكهه يعني اليوم فيتراك اي شخص مصاب بالسكري عامل دايت بنفس الوقت حاب انه يخفف فيه منه ما فيه سكر بالمره وهو طبيعي بيجي فيه منه فعليا هذا المربى يا قطع يا بيكون مهروس زي ما كنا نفرجيكم دائما بوصفات الشيف هانيا بتقدروا تشوفوها باكثر من طريقه فيتراك مستفيده منها يا بالتزيين يا بالحشوه فلازم تعملوا سبسكرايب لقناه عمان تي في على اليوتيوب وتحضروا كل الوصفات. طيب هانيا هاي صارت خالصه تمارا بس رح نحشيها جوا الحبات البندوره خلص. يعني بدك معلقه صغيره هانيا. بدي معلقه صغيره معلقتين صغار وبعدين رح نطلع بوصفه السلطه. هي السلطه قصدك الكيك سوري الكيك او لا او اقول لك قبل الكيك بدنا نحشي الزهره اشوف لك اياها بالفرن تشوفيها لو سمحتي تعالوا معي بالكاميرا بتخيل هيثم لازم تيجي معي بالكاميرا جاهزين اعملكم شباك لبيك جاهزين يلا زهره هانيا بين ايديك شوفوا يا سلام كيف بالله شوفي كيف نزلت السوائل تبعتها رح احرق حالي بس رح افرجيكم اطلع لك اياها طلعيها طيب اوكي هلا بتلاقي المسكات بالدرج اللي تحت الفرن الدرج اللي ولا تحت ما بدك ولا تطلعيها بالفاصل ونعمل والله لا ما بدي هلا ارتكب جريمه بعدين تقعدوا تقولوا تمارا خربت لي الوصفه طيب اوكي اوكي خلص هيها هيك طب هلا ما هو لازم نعملها خلطه بتعرفي هلا هاي بقول لك انا هدول احنا رح نحط لك اياهم انت رح تحطيهم كثير منيحه طيب انا بدي ارجع اذكر اللي بتابعونا هانيا انه بدي منهم يعملوا لنا شير وكومنت ولايك على صفحه عمان تي في لكل يلي نفسه يربح معنا ببرنامج ابهار ونار لانه زي ما خبرناكم بختام كل حلقه من حلقاتنا بيكون في معنا جوائز قيمه اليوم رح بتكون من منتجات الجزيره بدي املك هدول عشان تعرفوا تشتغل مزبوط شكرا كيف بالله عشان يستفيدوا من طريقتك بتعبايه البندوره بقدر احط عليها جبنه جبنه يعني على الوجه اذا بدك تدخليها على الفرن بقدر تقدري ممكن طبعا هلا احنا للخلطه تبعت الزهره طبعا اللي هلا هي بالفرن راح احط من الكسيح دقيقه بس اجيب لا اوكي شوفي رح احط اكيد طحينيه هيك يا الله الطحينيه وطحينه الكسيح بالذات بتعرفي ليش عم بحبها كثير تمارا لانها ما بتلبط يعني خلص بتضلها مرتبه هاي حطيت الطحينيه اللي عندي طحينيه الكسيح وراح احط كمان ليمون هيو وراح احط عليهم كمان مي اللي هي خلطه الطحينيه العاديه اوكي هايها ورشه ملح من الكسيح انا اظن انه سلطتي خلصت طب شطوره والله بدنا نزينها بشويه زعتر لا مش زعتر شايفين لما تمارا تجتهد زياده عن اللزوم بنعنع بدنا نزينها هاي النعنع بنعنعه طيب وبدك تحطيها باي صحن بدنا نرتبها بهداك الاسود طبعا بدنا نوجه كمان تحيه كثير كبيره لرينج يلي موجودين بالصيفيه بكل بساطة طبعاً أنتم بتعرفوا أنه ممكن تروحوا لعندهم للأدوات المنزلية تجيبوا يلي بدكم إياه من عندكم
من عندهم عفوا لحتى تستفيدوا فيه جوا البيت. ممكن نحط عليهم زيت شوية زيتون، شوية ماء زيت زيتون وين على البندورات؟ ممكن بصير؟ بس بدنا نمسح دايرهم شوي تمارا، بصير؟ لا تعالي انتي مسحي هلا هانيا كمان، انا بدي اقعد اعمل لك ستار طلبات كثير احنا. ها يا سلام، هي هيك اوكي. شوفوا هاي التكتكه، بس بتعرفي انه كل واحد بياخذ وحده بياكلها. ايوه صح مزبوط. اوكي هي صارت مرتبه وما احلاها، صح؟ كيف طيب لقيتيها؟ هون ايمان بتقول لك وصفاتك ولا احلى، ابداعات لك يا ايمان. دعاء بتقول لك يسعد صباحك واحلى شف واحلى صيدلانيه في الكوكب. شكرا يا حبيبه قلبي، شكرا. قلتينا شو بتشتغل اصلا الشفانه؟ شو بتشتغل؟ بتشتغل بس بالطبخ خانية، وبتشتغل فينا بالوصفات تبعت بدايقها بدايقها اني بحط لها كثير مكونات بالوصفه. طيب بس بدنا شويه مي عشان بدي اخلي هاي اطريها شوي تمارا. اوكي دقيقه بس انا امشي ملاقيه المي عشان بدنا نطلع فاصل ثانيه. لانه رح نطلع فاصل والخلطه الثانيه اللي رح اعملها هلا واحطها كمان على الزهره. هلا هذا الكل اللي عم بشتغله للزهره، احنا خلصنا السلطه انا وياكم وخلصنا الهندبه، هلا للزهره بس تطلع رح احط عليها الجوز ورح احط عليها البلسمك فينيجر ورح نزينها بالرمان. حلو هلا بس تطلع بورجيكم كيف. طيب وكمان بدي ارجع اذكرك انه بالحلقات القادمه او برمضان اعملي لنا كمان طريقه البندوره المحشيه لبنه، وكل الاحترام لك يا فاديه. رح نطلع بالفاصل بشكل سريع، خليكم عم بتكثفوا المشاركه على صفحه عمان تي في اوفيشال بالفيسبوك بالشير وبالكومنت وباللايك لتزيدوا من ربحكم في ختام الحلقه. رجعنا لكم من جديد ببهار ونار لكل يلي انضموا لنا هلا، احنا بالدقائق الاخيره من الحلقه، فبدي منكم تكثفوا المشاركه لتربحوا معنا من منتجات الجزيره لشخصين، بدي منكم شير وكومنت ولايك. وطبعا للي انضموا لنا ويلي عم بتابعونا من البدايه، احنا اليوم وصفاتنا كلها وصفات صيامي للاشخاص اللي صايمين هلا من اخواننا المسيحيه، وطبعا اكيد لكل يلي الاشخاص ما بيحبوا اللحمه والدجاج ويلي هم اصلا نباتيين. صح هانيا ارجع ذكرينا بالوصفه اللي عملناها. لا تبعت القرنبيطه، تبعت القرنبيطه. هلا بالنسبه للقرنبيطه المشويه او الزهره المشويه، هلا جبتها الراس هيك مرتبه زي ما هي، نظفتها قمت الورق اللي حواليها وسلقتها بمي، سلقتها منيح يعني تقريبا شي نص ساعة هيك شيء لحد ما هيك بدأت تستوي مزبوط. بعدين حطيت عليها كمشة بهارات اللي احنا حاكينهم فيهم، كمون وملح وفلفل أسود وبابريكا وفلفل أحمر كمان من هذا اللي هو كتير 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 زاكي. وحطيت عليهم وزيت ولبستها كلياتها وحطيتها يعني لبستها بالتتبيله وحطيتها بالفرن. هلا بالفرن تقعد لها تقريبا شي نص ساعه ثلاث ارباع الساعه لحد ما تحسوها انها استوت. بس بدها تطلع رح نحط عليها هاي الخلطه اللي هي الطحينيه والليمون. دقيقه انا كثير سيئه عملتها سائله اظن. طحينيه وليمون وملح ومي طبعا عشان يرخي الطحينيه عندي شوي، عشان هلا بس تطلع رح اصب عليها هاي الخلطه. انا كترت أوكي. شوي مي احنا طلعناها هلا للزهره. مزبوط صح. طبعا هون عم بقول لك شكلها بشهي على فكره، والله انها بتشهي. اول مره بشوفها، اورجيكم اياها هيك عن قرب. دقيقه يا سائد، ها بتعرفي هانيا كثير عم بتفاجئوا منها، في ناس يعني كتير مش زاكي. عارفينها. كتير زاكية هي، قبل فترة كانت هيك اشياء كان عم بيمشي على السوشيال ميديا كتير ترندي كانت، والكل عماله بيعملها وعن جد انها زاكية. انا دقتها كتير حبيتها. حلو. يعني انا مش كتير عادة صحبة مع الزهرة، بس هاي لقيتها عن جد زاكية. فهلأ هاي الخلطة اللي رح نعملها. بس انا وهون حطينا الجوز مع البلسمك فينيجر. اوكي اللي هو من عند الخضري. ايوه بدي هيك قوامها، شايفين؟ هيك صارت صح مزبوطة. وحطيت عليها ملح، هاي عبارة عن ملح وليمون وطحينية ومي. اوكي طيب بس في اشي احنا نسينا نعمله مهم كان. التوم. دقيقة، التوم نرفع المناعة، لازم التوم. هاي التوم رح احطه هون. اوكي هاي ايوه عشان يرفع المناعة. والله هلا عم نعمل كل احتياطاتنا احنا للمناعة والله يا تمارا عن جد. هلا رح اغلبك، بدي الصحن الاسود. اوكي بعدين أيوه. عملتي لنا انت يعني اليوم السيت اب غير شكل، مظبطه السيت اب. اوكي يلا بدك تحطيها هون. حطي هون تمارا. وهي زي ما انتم شفتوا الزهره انا عملتها كامله قدامكم، ما في ولا شيء كان محضر بالبيت. هي الزهره يا الله شو ريحتها حلوه، ريحتها بتشهي. اوكي يلا. وهي هيك بس نقطه، ما بدي اشوه الصحن، بلاش خلص بلاها. طيب هلا أوكي. هون بيقولوا لك يعني انت فعليا انك متكتكه يا هانيا، وبسألوكي لما نعملها نقسمها بعدين نشويها؟
في ناس تقسمها. أنا كنت عم بتفرج هذيك المرة واحدة من صحباتي بتقسمها 4 أقسام وبتحطها بالفرن، برضو بصير كمان، يعني كل الطرق بتزبط. هيها هيك انحطت. طيب هلأ رح ننزل عليها الطحينية. هيك كيف حبيتي الشكل؟ أنا صراحة جداً بحب الشكل. أول إشي بحب كتير الزهرة، وبحب الطحينية وتحديداً طحينية الكسيح. صح مزبوط. طب هلأ بتتقدم جنبها إشي مثلاً رز أو هيك؟ يعني ممكن، بس هي تعتبر زي يعني إنه خلص مين دش. هيها يعني هي يعني جنب ممكن السلطة منيحة. جنب السلطة منيحة، هي أكلة نباتية، ممكن تعملي جنبها إذا بدك رز، ممكن تعملي اللي بدك إياه. بس دقيقة، يعني هون الكل عم بيقول لك إنه ما شاء الله شكلها غريب، أول مرة بناخدها هاي الوصفة. هاي رح نحط هون الكزبرة، أوكي زي ما حكينا، ورح نحط عليها الجوز. الجوز اللي مسقسق بالبلسمك فينيجر. هاي أوكي ورح نحط عليهم كمان ريحة الصوص. واو يعني جد واو. واو صح جد واو. ورح نحط عليهم الرمان. هيها كيف بالله الزهرة الحلوة والله هاي. لو حدا شافها ما بعرفها زهرة. لا هي زهرة، زهرة متنكرة. طيب احنا بدنا ناخذ هلا وصفة الكيك اللي هي ناخذ وصفة الكيك، كيكة الجزر الصيامية. اوكي الكاروت كيك، خلينا نشوف كيف بدها تطلع اليوم الصيامية مع هانية. يلا كيكة الجزر الصيامي رح تحتاج ل 3/4 كوب جزر مبشور، نص كوب جوز، وربع كوب زبيب، ورح تحتاجوا لمعلقة صغيرة كربونات الصوديوم، رشة ملح من الكسيح، ونص معلقة صغيرة قرفة من الطحونة الزرقاء. ورح تحتاجوا طبعا كمان لربع معلقة صغيرة كبشة قرنفل، وربع معلقة صغيرة جوزة الطيب، ومعلقة صغيرة من خل الخضري، معلقة صغيرة فانيلا، وخمس معالق كبار من زيت شعبان، وكوب من المي. يلا كثير سريعة مش فرجينا كيف، يعني أسرع من هيك كيكة وما في، وبيكفي إنها صيامية وسريعة ما بدها وقت. هلأ الأشياء الناشفة اللي عندي اللي هي الطحين والكربونات الصوديوم والملح وكمان البهارات تبعتها اللي هي جوزة الطيب وكبش القرنفل وكمان القرفة. أوكي كثير بهارات طيبة الصراحة. هلأ رح نحط عليهم، هي هيك صاروا جاهزين عندي، راح احط عليهم الجزر عشان يضل واقف. هلا بس استعملها اعملها. هلا هون راح احط عندي خل، لا عندي زيت عفوا، هي الزيت نباتي طبعا، زيت نباتي اكيد، وعندكم السكر. هلا السكر هو اللي راح يعطيها النفشه. ملاحظين هاي الكيكه ما فيها بيض لانها صياميه، بس اللي راح يعوضني بهذا الحكي هو السكر الزيت. رح نحط فيها شوية فانيلا عشان تعطيها طعم زاكية كمان. أوكي أكيد هايهم هيك، وفيها كاسة مي دقيقة. يا دي المي، هلأ رح نحط دقيقة أحط المي أول. المي بدنا تقريبا كوب، هي أنا رح أحطه هيك على النظر، بس أنتوا لا حطوا على الميجرين كاب، تقريبا كوب ماء. هذا كله مانيوال مش عم تحطيه مانيوال. على ما بدها حتى خلاطة. ورح أنزل عليها هدول كيكة كتير بسيطة، كتير سهلة، صحية وممتازة وما بتاخد وقت. ممكن يكون يعني خياري، ممكن يكون خياري، يعني إذا في ناس ما بيحبوا الزبيب كتير، أنا بعرف ناس ما بيحبوا الزبيب هلأ يمكن عم بسمعونا، فبتقدروا أنه ما تحطوا زبيب. ورح أحط فيها كمان جوز. حلو هيها. هلأ هي هاي الكمية اللي أنا حاطت لكم إياها بالمقادير، هي بتعمل عندكم قالب صغير، ما بتعمل قالب كبير زي اللي عنا، زي اللي عنا هون، فبدكم تحطوها بقالب صغير. إذا بدكم تعملوها لقالب أكبر بدكم تعملوا طبعاً ضعف الكمية، بس أنا بدي أورجيكم كيف تطلع نفس قوام. شوفي كيف لونها الكيك، ولونها بشهي، يعني ما في أسهل من هيك كيكة صراحة. خلص. كله على السريع وعلى الإيد. أنا كله وعلى الإيد لأنها ما فيها بيض، لو فيها بيض تمارا بتكون بدها خفق وبدها تزبيط، بس هاي ما فيها بيض 100%. فهي طيب. هيك رح نحطها بالقالب الطويل، نسيت أنا وين حطيته. هيو وحطيت عليه ورقة الزبدة، وحطيت فيه ورقة زبدة. هيو أنا لأنها تمارا قالت لي هذيك المرة حابين تشوفوا كل الوصفات لما نعملهم بالزبط. بكل تفاصيلهم، فإحنا طبعا دائما بنحب لما بتبعتوا لنا تعليقاتكم حتى نمشي فيها.
رح نحطها بالفرن على الحرارة، لازم تكون 180، بس طبعا محميين الفرن قبل بوقت، ومن فوق ومن تحت إذا مستعملين إشي زي سيلفر لاين، وبدها تقريبا بالفرن بين 35 ل40 دقيقة. ممتاز وخلصت. هلا أنا بدي أزينها بإشي. اليوم كنت عمالي بفكر، أغلب التزيين في مثلا جبنة كريمية، في كريمة، في أبصر شو، هذا الحكي طبعا مش مزبوط مع الصيامي، ففكرنا اليوم بفكرة كتير ذكية اللي هي نستعمل الطحينية الطرية تبعت الكسيح بالفانيلا ولا بالشوكليت؟ بالفانيلا. بالفانيلا أعطيكي، فرح نحط عليها هيها. اللي احنا مجهزينها. يلا طيب، انا بانه بدك تزينيها رح اعطيك الكيك. اوكي، انا بدي اشوف اسماء الرابحين معانا على صفحتنا بالفيسبوك، فطلعوا لي اسمين اليوم ربحوا معنا من وراء الكومنت والشير واللايك على صفحه عمان تي في اوفيشال بالفيسبوك، يلي ربحوا معنا من منتجات الجزيره. مين هم يلي ربحوا معنا؟ اول رابح رنا منير، الف مبروك لك يا رنوش. مبروك يا رنا. ومين الرابح الثاني او الرابح الثاني؟ الف مبروك لأمر كيالي، من اجمل الاسماء اللي بحبها. أمر. وانا بحب أمر. 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 أمر ولا أمر؟ يعني اعطيكي وصفه عشان السماء؟ لا ولا أمر، صدقت حالها تمارا، صدقت حالها كثير. طب يلا ابدعي لنا بالكسيح اليوم. هيها هلا، بس لانها هي بصراحه غنيه بزيت السمسم فلازم الواحد يحركها شوي. بس شو خطر هيك انها نباتيه؟ لانها نباتيه، وإشي ثاني كمان مفيده. حلو. ومع الجزر كثير بتلبق طحينيه، طحينيه زاكيه كثير عن جد. انا صراحه عندي بالبيت ما عم تنقطع لها ولا الشوكليت. الشوكليت بتشهي، الشوكليت كثير زاكيه، وخيار صحي بدال اللي احنا بنعرفهم دائما بيحبوهم الاولاد. وهيك طلعت لكم كيكه صياميه بتجنن، انعملت بعشر دقائق اذا مش اقل، حتى اقل، شايفه ما اخذت وقت بالمره، بس كنت تكونوا محمين الفرن اكيد. وتضلكم رسمت هاني. ارجع ذكرينا بكل شيء عملناه على السفره اليوم. كانت وصفاتنا اغلبها صياميه، وكل سنه انتم سالمين عشان هلا وقت الصيام. عملنا زهره مشويه بالفرن، وعملنا معها تتبيله كثير زاكيه، وعملنا كمان سلطه البندوره المحشيه، وعملنا كيكه جزر صياميه، وكمان عملنا الهندبه. وبهيك بتكون وصفاتنا خلصت لليوم. خفيفه لطيفه اليوم، بتجنن. كيف لقيتوهم اليوم؟ بتجنن عن جد، حتى اللي مش نباتي كثير زاكي انه ياكل، حتى اللي مش صايم كمان. انا بتمنى لكم التوفيق ونهايه يوم حلو وموفق، لو انه الطقس مش حلو، بس المفروض انه راح تصير درجات الحراره شوي احسن بعد شوي. وبنتمنى لكم بقيه نهار بجنن على قناه وشاشه عمان تي في وبس. الله يكون معكم.